ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض فيديو عن المشروب اللي انا ببدله بين الفطار والغداء والعشاء. يعني المفروض ان انا باخده بدل الفطار وبدل العشاء في ايام، يعني مش في كل الايام الحقيقه، بس انا بعمله بحيث ان انا خلاص بقى ايه بدأت الخبط. المهم ان انا عندي ميه سخنه وعندي الموج بتاعي، الموج ده بتاع اختي بس انا خدته منها عشان هي مش بتستخدمه. فانا دلوقتي وعندي معلقه صغيره، انا كل اللي هستخدمه اللي هو بذور الشيا. بذور الشيا زي ما انتم شايفين شكلها كده، انا هاخد معلقه كبيره، يعني ما يعادل معلقتين صغيرين من المعلقه دي. فهحط طبعا المعلقتين دلوقتي. طبعا بذور الشيا مليانه يا جماعه فيتامينات والياف، يعني كبيره جدا بكميات كبيره جدا. فدي هتساعدك على الشبع بطريقه مش طبيعية. يعني هحط كده سنة قرفة، ده طبعا يعني لازم نضيف اضافاتي. وسنة كركم، تمام. انا بحب جدا الموضوع ده، بحب القرفة والكركم يكونوا معاها، بيدوا طعم حلو جدا. اوكي، هي طعمها عامة يعني هي ملهاش طعم، مش هقولك مثلا لا طعم كذا، لا هي ملهاش طعم، هي كل اللي انا بحط نكهات مش اكتر. انا مش هحط المية السخنة لان انا بخاف على عليه يحصل له حاجة ولا كده الموج، فبحط 3/4 مية اهي، مية ساقعة، وهكمل بالمية السخنة علشان المواد اللي انا حاططها دلوقتي تتفاعل مع بعضها، بذور الشيا والكركم والقرفة. هقلبهم كويس جدا مع بعض. طبعا الفوائد بتاعتهم ان شاء الله هسيبها لكم في الديسكريبشن عشان تاخدوا عنها فكرة. المشروب دوت بديل الابليكس يا جماعة، اقسم بالله انا لما باخده، يعني لو خدته الساعة 10 الصبح مثلا، انا بتغدى الساعة مثلا 4 وبكون شبعانة كمان، بتغدى كده وبس. فده كده المشروب بتاعنا، انا هسيبه طبعا اقل وقت تسيبيه عشان تقدري تشربيه، هي نص ساعة بال ما يشتغل معايا. يعني انا ان شاء الله هبقى اوريه لكم في روتين من روتيناتي، هيبقى الصبح مثلا هيبقى شكله عامل ازاي وانا كنت عاملاه من بالليل. فهو فوائده حلوه جدا جدا، انا طبعا مش هتكلم عنه اكتر من ان انا هسيب لكم حاجات تحت في الديسكريبشن. يا رب الفيديو يكون عاجبك. خلصت اول مشروب، هنشوف المشروب التاني اللي هو انا تقريبا لما بقينا سئلت في الاكل وحاسه ان انا تخنانه شويه هبدأ ان انا اعمله. هو عباره عن سنه قرفه، ودلوقتي هحط معاه كركم وميه سخنه مغليه، وهسيبه طبعا لحد ما يبرد وهبدا بقى ان انا اشربه. طبعا المشروب ده حلو جدا يا جماعه، بيحرق الدهون وبيساعد على سد الشهيه وكل الحاجات الحلوه دي. فطبعا خلصت المشروب الاول عشان اشربه باذن الله بكره، والمشروب دوت هشربه دلوقتي لان انا اوريدي مش عايزه اتعشى. فالميه مغليه زي ما انتم شايفين عشان الكركم والقرفه يشتغلوا لازم تبقى ميه مغليه. هقلبه كويس جدا، تمام. وهبدأ ان انا اسيبه لحد ما يبرد وابدأ بقى ان انا اشربه. طبعا بستنشيه كويس جدا. شو لايك وشير سبسكرايب.